السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم ما بعد، حيا الله الحبيبات الغاليات، حيا كنا يا غاليات في مجلسنا الخامس من مجالس شرح الأرجوزة المائية دراية ورواية وأخذا للإجازة. كنا وقفنا آخر مرة ونحن قد شرحنا في الدروس السابقة، تكلمنا عن بناء البيت وتكلمنا عن نزول جبريل وماذا علم، ثم تكلمنا عن بداية الدعوة وكم عدد الذين أسلموا، وتكلمنا عن شيء من الهجرة وماذا حدث بين جعفر والنجاشي. كل هذه قد ذكرناها في الدروس السابقة، وكنا قد توقفنا عند هذا البيت اللي هو البيت 33. وبعد 50 وربع أسلم جنو نصيبين وعادوا فعلما. كنا قد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من الطائف بعد أن دعاهم إلى الإسلام وأرادهم أن يحموه وأن ينصروه، ردوا عليه ذلك الرد القبيح وأمر السفهاء والصبيان أن يرموا عليه الحجارة، فخرج حزينا كئيبا قد أدميت قدماه ورأسه، فوصل إلى وادي نخلة. وذكرنا القصة عندما أتى إليه عداس وأعطاه قطفا من العنب وقال بسم الله، القصة المشهورة. وذكرنا الحديث الذي ضعفه كثير من أهل العلم، إلا أنه يروى: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. كل هذه قد تكلمنا عنها، وأتوا إليه لما قام في منتصف الليل يصلي، فسمع الجن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فكادوا يكونون عليه لبدا، كل واحد كان يصعد فوق الآخر حتى غطوا السماء، وصلوا إلى السماء وهم مجموعة كبيرة من الجن. فلما سمعوا القرآن يتلى عادوا إلى قومهم دعاء: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، إلى آخر القصة التي ذكرت في سورة الجن، فعادوا دعاء. تخيلي، مجرد أن سمعوا آية واحدة أو سورة واحدة يقرأ، وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الواقعة وقيل بل قرأ الحاقة، فلما سمعوا هذه الآية قرروا أن يصبحوا دعاء، وقرروا أن يذهبوا إلى قومهم منذرين: يا قومنا إننا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الرشد فآمنا به. فالجن سمعوا آية فأصبحوا بعدها دعاء. أنا وأنت كم نسمع من الآيات؟ أنا وأنت كم نسمع من الأحاديث؟ أنا وأنت طيلة حياتنا ونحن ندخل الحلقات والدروس والمحاضرات، لكننا نستحي من أن نعلم الناس، نستحي من أن نقول قال الله قال الرسول قال الصحابة. إياك أن يكون الجن خيرا منك، فمجرد ما تسمعي آية أو حديث صحيح أو قصة عن نبيك صلى الله عليه وسلم علميها للناس، انشريها، تكلمي عنها. إذا لم تتكلمي بالخير والدين والقرآن ستتكلمي بغيره من المعاصي والآثام، فاختاري لنفسك كما اختارت الجن. ثم على سوداتة أمضى عقده، بعد أن صار النبي صلى الله عليه وسلم قد تجاوز 50، وماتت حبيبة القلب خديجة، وكان حزينا عليها حزنا شديدا. من أين سيجد مثل خديجة؟ من أين سيجد وزير صدق كما كانت خديجة رضوان الله عليها؟ فأتت خولة بنت حكيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إنه لا يعجبنا حالك وما أنت فيه من الحزن والأسى على خديجة. والنبي صلى الله عليه وسلم فعلا بعد أن ماتت خديجة كانوا لا يرونه يتبسم أبدا، يذهب إلى صلاته ويعود إلى بيته، افتقد شيئا عظيما. فقالت: يا رسول الله، إنه لا يعجبني حالك ولا يعجب المسلمين حالك، لا بد أن تتزوج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بمن أتزوج؟ فقالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال: من الثيب ومن البكر؟ قالت: الثيب سودة بنت زمعة. وهذه سودة بنت زمعة كانت امرأة من أوائل الناس الذين دخلوا في الإسلام، أول ما سمعت هي وزوجها السكران بن عم، كان اسمه هكذا السكران بن عم، فلما سمعوا بالإسلام أسلموا ودخلوا مباشرة، بل وهاجروا، ذهبوا إلى الحبشة ومكثوا هناك، ثم لم يستطيعوا أن يطيلوا البعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقرروا العودة، فعادوا إلى مكة رغم ما فيها من العذاب والتضييق وعذاب المشركين المسلمين، إلا أنهم قالوا: جوار النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من الغربة عنه. فمكثوا في مكة
مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتوفي السكران بن عمرو وبقيت سودة وحيدة لا أحد معها. فقالت خولة للنبي صلى الله عليه وسلم: لم لا تخطب سودة؟ فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة العظيمة، ما قدمت للإسلام وما فعلت وما صبرت، فقال لها: نعم، لكن من البكر؟ فقالت زوجة أخي، فقالت ابنة أخيك وصاحبك. قال: من؟ قال: أبو بكر. عائشة. فقال: نعم، اذكريهما علي، اذهبي إليهما واذكريني عندهما. فذهبت إلى سودة بنت زمعة، وكانت عند عم لها، وكانت امرأة كبيرة عاقلة حكيمة. فدخلت على عمها وقالت، فدخلت على سودة أولا. شوف النساء، النساء يعني حتى في الخطبة لابد أن نتعلم من أين أدخل حتى أوافق. إحنا أحيانا لما بدي أخطب لأخي ولا لولدي أو لأحد أقاربي، لا أدري من أين أبدأ. تعلمي، تعلمي من الصحابيات كيف تبدأين وكيف تكلمين. فدخلت على سودة وقالت لها: يا سودة، أي خير أتى عليكم؟ قالت: ماذا؟ قالت: رسول الله يخطبك. قالت: أنا؟ أيخطبني أنا؟ قالت: نعم، أي خير أرادك الله به؟ فسكتت سودة. قالت: فلما يأتي عمي بلغيه أنت. أنا أستحي أن أذكر هذا الشيء. فلما أتى عم سودة قالت خولة: يا أبا فلان، أي خير أراد الله بكم؟ أي خير أراد الله بكم يا أهل هذا البيت؟ قال: وما ذاك؟ قالت: رسول الله يخطب إليك سودة، يخطب منك سودة له. فقال: محمد يخطب سودة؟ قالت: نعم. قال: فاسأليها، انظري ما رأيها. قالت: قد سألتها وإنها موافقة، أنت فقط أعطنا الإذن. فقال: نعم، من مثل محمد شرفا ونسبا، ويعني لنا الشرف أن نصاهره. فوافق عمها ووافقت سودة، فأمضى عقده، تزوجها وأمضى عقده عليها. فالروايات مختلفة، قيل أنه دخل عليها في مكة قبل أن يدخل خلوني أكمل لكم أول موضوع الخطبة. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، هذه سودة قد وافقت. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعقد عليها. ثم ذهبت خولة إلى أبي بكر وأم رومان اللي هي أم عائشة رضي الله عنها. فذهبت خولة إلى بيت أبي بكر، فقالت: يا أبا بكر، أي خير أراده الله بكم يا أهل هذا البيت؟ قال: وماذا؟ قالت: رسول الله يخطب إليكم عائشة. فقال أبو بكر: لكنه أخي، وهذه تكون ابنة أخي. فقال: أنا سأذهب إليه. فذهب أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أحق ما تقول خديجة؟ أنا وخديجة، أحق ما تقول خولة؟ فقال: وما تقول؟ قال: أنك خطبت عائشة. فقال: نعم. قال: لكنك أخي وهي ابنة أخي. قال: إنما أنت أخي في الإسلام، لست أخي في الدم، وإن ابنتك تحل لي. فقال أبو بكر: نعم. ثم ذهب أبو بكر إلى ولد عدي بن مطعم، وقد كان ذكر له أنه يريد أن يخطب عائشة، لكنه ما تكلم. قال: إن شاء الله بعد فترة لعلنا نأتي ونتكلم في أمر عائشة. فأراد أبو بكر أن يذهب إليه ويستسمح منه، يقول: لا لا، لن تكون هناك خطبة. ولا هو ما خطبه، هو فقط فتح كلاما. ويجوز لك إذا حد مثلا تكلم على بناتك وقال: إن شاء الله بعد شهرين ثلاثة سنأتي إليكم، وجاء خاطب ثاني، يجوز لك أن توافقي. لما؟ لأنك ما أبرمت عقدا ولا قلت: نعم سأعطيكم ابنتي. فلكن لو أنه في خاطب وافقتم عليه، لا يجوز لأحد أن يخطب على خطبة أخي، لكن هذا كان مجرد كلام. فذهب أبو بكر ليعتذر منهم، فرآه سكرانا حالة حالة، فقال: قد رددت عليك كلامك ورددت عليك خطبتك، مستحيل أزوج ابنتي بهذا السكران. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: نعم، قد زوجتك بعائشة. لكن عائشة كان عمرها 6 سنوات، وكانت من عادة العرب أن تخطب الفتاة منذ أن تولد. حتى الآن في زمننا هذا، لما 2 أخوة يولدوا يقولوا: خلاص، بنتك لابني وابني لبنتك، كلمة. فلما يكبروا ويصيروا رجالا ونساء يتزوجوا. فالكلام بالخطبة هذا مشهور بين العرب وموجود في زماننا، لكن الدخول والبناء لا يكون إلا بعد البلوغ. فخطبت عائشة عدة مرات قبل النبي صلى الله عليه وسلم،
فلما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم كانت ابنتها 6 سنوات، وكانت خلاص معنى الخطبة أنها محجوزة لفلان فلا يتقدم لها أحد غيره. فلما بلغت 9 سنوات وحاضت وصارت امرأة، هنا صار البناء وصار الدخول. هنا يقولون كيف تتزوج عمرها 9 سنوات؟ ما أنتم يعني تشرعون الأطفال يمارسون الجنس وهم 8 و7 سنوات، تأتون إلى قبل 1400 سنة، عادي جدا أنها تتزوج 9 سنوات. جداتنا وجدات جداتنا تزوجن وهن 9 و10 و11 و12 سنة. الموضوع بسيط وليس فيه أي شيء تجعلنا نستعر من ديننا، بل بالعكس خطبت وهكذا عادة العرب. فلما بلغت وهي ابنة 90 تزوجت. ثم على سودة أمضى عقده في رمضان، في شهر رمضان تزوج أو أعقد على سودة. سودة كانت امرأة كثيرة المزاح، وكانت خفيفة الظل، وكانت أكثر واحدة تضحك النبي صلى الله عليه وسلم. كانت امرأة بدينة سمينة، هذا ذكر في تراجمها أنها كانت ثقيلة الحركة، ولكن مع ثقلها وكبر حجمها إلا أنها كانت خفيفة المبسم سريعة النكتة. وكانت رضوان الله عليها قلما تجد النبي صلى الله عليه وسلم حزينا إلا وأضحكت. ذكر مرة أنها دخلت عليه وقالت: يا رسول الله، صليت خلفك البارحة فركعت وأطلت الركوع حتى مسكت على أنفي خشية أن أرعف، خشية أن الدم ينزل لكثرة ما أطلت في الركوع. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت جالسة مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة، فكان أمامهم حريرة طبخة تعجن بالسمن والزيت، بالسمن والعسل، وتؤكل. فقالت لها: كلي. فقالت سودة: لا أريد. عائشة تقول لها: والله لتأكلين أو لألطخن وجهك بها. والنبي يسمع لهما كيف يتمازحان. فقالت يا عائشة: لا أريد. فقامت عائشة وأخذت من الحريرة ووضعتها في وجه سودة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحركة من عائشة، مسك عائشة وقيد يديها وقال لسودة: اثأري، خذي ولطخي وجهها كما لطخت وجهك. فأخذت جزءا بسيطا من الحريرة ووضعتها في وجه عائشة. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر قال لهما: قوما قوما فغسلا وجهكما. يعني لا يدخل عمر، لن يفهم عمر الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد تبسطا ورفقا بأهله من عمر رضي الله عنه. المواقف كثيرة وأنا لن أطيل في ترجمة سيدتنا وأمنا سودة. كبرت سودة ولم تعد تستطيع أن تقوم بواجبات النبوة ولا خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يريحها وأن يطلقها. دام أنك تتعبين أني آتي إليك ولا تستطيعين تقومي بحقوقي، لا بأس، سأريحك من هذا كله وتتطلقين. فهي قالت: يا رسول الله، أنا لا أريد أن، يعني لن أستطيع أن أقوم بحقوقك لأني صرت امرأة كبيرة وثقيلة الحركة والمشي، ولكني أريد أن أبقى زوجة لك وعلى أن أعطي ليلتي لعائشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، هذا شيء، يعني ما دام هذا الشيء أنت راضية به فنعم. وأنزل الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. أي امرأة لا تستطيع أن تقوم بحقوق زوجها لها خيارا، إما أن تقول له: طلقني واذهب فتزوج من تعطيك حقوقك وطعامك وشرابك وكل أمورك، أو أنها تبقى ويبقى بالتراضي بينهما، كلاهما جائز، المهم أن يكون الموضوع فيه تراضي. فوهبت ليلتها لعائشة، فكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يزورها في الصباح ويسلم عليها، ثم يذهب للمبيت عند عائشة لأنها وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنهما جميعا. عمر كان يشوفهن، نعم، قبل نزول الحجاب كان يراهن، حتى عمر رأى مرة سودة وكانت امرأة طويلة جسيمة، فخرجت في المساء لتقضي حاجتها، فكان عمر يتضايق أنه أن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن فيراهن الناس، فنظر إليها وقال: يا سودة قد عرفناك، يعني لا تتخبئي منا، قد عرفناك، لأن رأت الرجال وذهبت من مكان آخر. فعمر غيرة أن الرجال يروا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد عرفناك يا سودة. ودخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، زوجاتك يراهن البر والفاجر، لما لا يحتجب، لما لا يتغطين وتغطي وجهها وتتنقب ولا يراهن أحد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرت بهذا،
لست أنا الذي أقول لهن تغطين أو ما تغطينش، ولا تنقبين أو ما تنقبينش، لست أنا. فأنزل الله عز وجل: يا أيها النبي أقل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ما لها الصوت؟ الصوت واضح أو صار في شيء؟ إذا الصوت نعم، الحمد لله لوحدك كتبت الصوت. فكان سؤالك هذا أحسنتي، بارك الله فيك يا أم أنس على السؤال. فكان كلام عمر سببا في نزول الآية. طيب، في رمضان عقد على سودة، ثم في شوال ذهب وعقد على ابنة الصديق. فقال هنا: ثم على سودة أمضى عقده في رمضان، ثم كان بعده، ثم كان بعد عقده على سودة في رمضان عقد ابنة الصديق في شوال، وبعد في شوال وبعد 50 عام تالي. هذا بيت آخر: عقد ابنة الصديق في شوال. قالت عائشة، روت أنها قالت: ادخل بي في شوال، وإني لا أحب النساء أن تتزوج في شوال. وكانت تحرص على بنات أخواتها أو أقاربها أو أي امرأة يعني تسألها تقول لها: تزوجي في شوال، لما في ذلك من بركة. أنني تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم في شوال، فمن استطاعت أن تتزوج في شوال فلتفعل. ليس فيه كبيرة، يعني ليس فيه حديث أو فيه في شيء مميز، لكن عائشة لمحبتها لهذا الشهر وهذا اليوم أحبت أن تتزوج النساء في شوال. وبعد 50 عام تالي أسري به، والصلوات فرضت 55 كما قد حفظت. بعد أن أغلق النبي صلى الله عليه وسلم 50 ودخل بالعام 51، أتاه جبريل. وهذا قبل أن يدخل بسودة وعائشة، هو فقط عقد عليهما. عائشة ما دخل بها إلا بعد 3 سنوات، وسودة عقد بها ومكث 2 3 شهر ثم دخل بها في مكة، لكن عائشة تأخر الدخول بها إلى أن ذهب. وغير ابن كثير من العلماء قال: لا، كلاهما تأخر الدخول، لكن الراجح أنه دخل بسودة. لما؟ لأن العلماء يذكرون أن أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، ثم سودة، ثم عائشة. فبما أن سودة في الرقم 2، هذا معنى أنه دخل عليها قبل أن يدخل على عائشة. وأقوال العلماء في السيرة تختلف اختلافا بسيطا، ولكن الأرجح عندما نربط الأحاديث نعرف أنه الأحاديث الأكثر أنه دخل على سودة في مكة، ثم دخل على خديجة معلقة عليها، ثم دخل على عائشة في المدينة. طيب، أتاه جبريل وهو متكئ على ستار من ستار الكعبة، فقال: يا محمد قم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فرأى جبريل وخلفه دابة تشع نورا، لا هي بالفرس ولا هي بالبغل. فقال: قم يا محمد. والدابة هذه البراق كانت تتحرك، فمسكها جبريل وقال: أنيخي أنيخي، فما من بشر وطئك خير من هذا الرجل. يعني على ما تتحركين، أنت لا تعلمين من الذي سيركب عليك أيتها البراق. فأناخت وجلست ذليلة لا تتحرك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصعد على هذه البراق، فما هي إلا خطوة واحدة. انظروا إلى المعجزات، انظروا إذا إلى رب البريات، إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، واسمها البراق. فما كانت إلا خطوة واحدة حتى وصلت إلى بيت المقدس. أتى الجبر: يا محمد، أنت حزين أن ماتت خديجة، أن مات أبو طالب، سترى ما هو أعظم من خديجة ومن أبي طالب. فوصل إلى بيت المقدس، فكان في ليل ولم يستطع أن يحفظ معالمه، إلا أنه يراه ويعلم أن هذا بيت المقدس، وذهب بجسده. لا يأتي أحد يقول لك الإسراء والمعرج كانت في المنام، بل ذهب بجسده. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنوريه من آياتنا. فلما وصل إلى المسجد دخل إلى ساحة المسجد الأقصى، فإذا بالأنبياء كلهم ينتظرونه، ينتظرون خاتم الأنبياء، ينتظرون سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم،
فقدموه إلى الصف الأول فصلى بهم ركعتان. أحياهم الله. كيف أحياهم؟ الذي أحياهم أول مرة، الذي خلقهم أول مرة، أليس بقادر على أن يحيي الموتى؟ أحياهم سبحانه وتعالى، فصلى بهم ركعتان. ثم بعد أن ربط البراق قال له جبريل: الآن سنصعد إلى السماوات العلى. فصعد جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم وطرقوا باب السماء الأولى، فقال: من هذا؟ قال: أنا جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمد. فقال: أهلا بالابن الصالح والنبي الصالح. ففتحوا الباب فإذا هو من؟ آدم عليه السلام، فسلم عليه وصعد إلى السماء الثانية وطرق الباب وقال له نفس الكلام. فكان في السماء الثانية عيسى ابني الخالة عيسى ويحيى، ثم صعد إلى السماء الثالثة ووجد يوسف، والسماء الرابعة إدريس، والخامسة هارون، والسادسة موسى عليه السلام. فقال له من؟ قال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد. قال أو بعث له أو أرسل؟ قال نعم. قال أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم بكى، فقال له جبريل: ما يبكيك يا موسى؟ قال: أن غلاما يأتي من بعدي، يعني غلام عمره بس 63 فقط، غلام صغير، نحن كنا نتعمر طويلا، أن غلاما يأتي من بعدي يسلم من أمته أكثر، أو يؤمن من أمته أكثر مما آمن من أمتي. حتى وأنت في عالم البرزخ يا موسى تهم الناس، حتى وأنت قد أديت الرسالة بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت وتعبت مع بني إسرائيل ذلك التعب، وقاسيت ما لم يقاسه أي نبي، وأنت أيضا تبكي عليهم وحزين أنهم لم يؤمنوا. ما يعني كم الأنبياء حريصين علينا ونحن لسنا حريصين على أحد، ويأتي أحد ويقول: ما لك وللناس؟ اتركي الخلق للخالق. أنا أنصحك أن أنت تتركي الدعوة، أنصحك أن أنت تبطلي تنصح الناس. طيب لما أرى الأنبياء تبكي وهي في البرزخ، وتبكي وهي قد أنهت أعمارها، ألا يحز هذا في نفسي؟ أنني ما قدمت لهذا الدين شيء، أنني لا أعيش من أجله. فوالله أننا إذا قبلناهم يوم القيامة، يعني لا أدري بأي وجه سنقابل الأنبياء. والله يا أنبياء إحنا كنا مشغولين في التيك توك والإنستغرام والموضة، والله يا أنبياء إحنا يعني كنا نقرأ قصصكم ونقول واو ما شاء الله، ما كان أحلاهم، لكن إحنا تعبنا في الدعوة. إذا حد قال لي يا مطوعة خلاص أبطل أترك الحجاب علشان ما يقولوش إن أنا ملتزمة، أو أني ما أنقبش، لأني لو أتنقب سيقولوا عني أنني صرت متشددة. أستحي وأسمع معهم الأغاني، كنت أشوفهم يعني يعصين الله، وأستحي أنني أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. بأي وجه سنقابل الأنبياء وأنت لا تقرأين ولا تسمعين أن موسى يبكي؟ لماذا تبكي يا موسى؟ في 60 داهية، يعني إذا راحوا النار لماذا تبكي؟ لأننا ليست مثل قلوبهم، لأنهم صادقين، لأنهم يهموننا، يحزنون علينا. النبي صلى الله عليه وسلم تمر أمامه جنازة يهودي فيضع على يديه ويقول: فلتت مني نفس، فلتت مني نفس، نفس راحت النار. وأنا لا أبالي، أنا ومن خلفي الطوفان، أنا كل واحد عليه من نفسه، ما دخلني أنصح النساء، ليش أنصح؟ لما الفرق بيننا وبينهم البون شاسع، والفرق بيننا وبينهم كبير. عاشوا من أجل هذا الدين وماتوا من أجله، حياتهم كلها كما قال إبراهيم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فلما تقرأي سيرهم لا يكون فقط هم يعني الفائدة الوحيدة أنك تقول يا الله ما كان أجمل، لا، قل أين أنا منهم؟ لماذا لا أضع لي مسمارا في هذا الدين، ولو كلمة ولو آية ولو حديث؟ لا تبخسي نفسك ولا تحقري نفسك، بل تكوني يوم القيامة العلماء ورثة الأنبياء. أنتين الآن بطلبك للعلم وحرصي أن نسوان اللسان من مقطع أغاني إلى مقطع فيلم إلى مسلسل، وأنت لا، أنت من مقطع حديث لا مقطع سيرة لا مقطع فقه، أنت من قرآن لا تفسير، أنت من ورثة الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. المهم،
فصعد إلى السماء السابعة ووجد عليها أباه إبراهيم متكئا على البيت المعمور. فطرق جبريل الباب، قال من؟ قال جبريل، قال ومن معك؟ قال محمد، أو قال أو بعث؟ قال نعم. فقال أهلا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم نظر إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما يحكي لأصحابه قال أن أكثر الناس شبها، قال موسى كان أدما أشبه برجال شنوءة، قبيلة شنوءة كذا، عريضي المناكب، متجعدين الشعر، سمر الوجوه، يعني بنيتهم قوية. فكان موسى كأنهم من رجال شنوءة، أما إبراهيم فكان أشبه الناس بصاحبكم. من صاحبكم؟ يعني نفسه، يعني إبراهيم وجدت فيه شبها مني. فقال لي يا محمد أقرئ أمتك السلام. إبراهيم عليه السلام يبلغنا السلام، يقول أقرئ أمتك السلام. نحن نصلي عليه كل يوم أكثر من 17 مرة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فإبراهيم سلم علينا أولا، قبل أن نسلم عليه نحن نرد عليه السلام لأنه سلم علينا. ما في نبي قال يا محمد أقرأ أمتك السلام إلا إبراهيم، فكان واجبا علينا أن نقرأ إبراهيم السلام في كل يوم وفي كل صلاة. أليست هذه يعني لفتة تجعلك تشعرين لما فقط إبراهيم الذي أسلم عليه في الصلاة؟ اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد. لأن الله قال يا أيها الذين أمنوا إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فنحن نرد على إبراهيم بخير مما قال، هو قال أقرئ أمتك السلام، ونحن نقول اللهم صلي عليه وبارك عليه زده يا رب. قال أقرئ أمتك السلام وأخبرهم ماذا يريدنا أبانا وشيخ الأنبياء وخليل الرحمن وأحد أولي العزم من الرسل إبراهيم عليه السلام، ماذا يريدنا أن نعرف؟ قال أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة، أن الجنة طيبة وأنها قيعان أودية، وإن حصباءها اللؤلؤ، وأن لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. أخبرنا بكنز وقال لنا من أراد الكنز فليلزم لا حول ولا قوة إلا بالله. فجزاك الله خيرا يا خليل الرحمن يا إبراهيم عليك السلام. فصعد ربنا، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، ثم صعد إلى سدرة المنتهى، فأراه جبريل أهل النار يعذبون، وأراه أناسا يخمشون وجوههم ويخمشون أجسامهم، لهم أظافر طويلة وأنياب يأكلون بها أجسامهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ ما هذا يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم غيرهم، هؤلاء أهل الغيبة والنميمة في الدنيا. ثم رأى أناسا عراه على حافة تنور، نساء ورجالا معلقين تأكلهم النيران. فقال يا جبريل ما هذا؟ لما هؤلاء الناس العراة الذين كأنهم على حافة تنور تحرقهم النار؟ قال هؤلاء الزناه، هؤلاء الذين كانوا يستهينون بالزنا، كان الزنا عندهم شيء مباح. فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم واستعاذ منهم، ورأى أيضا الرجل الذي ينام على الصلاة فيأتي ملك فيأخذ حجرا فيرميه على رأسه فينفتح، رأى أنواع كثيرة من الناس تعذب. ثم رأى أراه الجنة وما فيها من النعيم وما فيها من الجزاء الذي أعده رب العالمين. وأعطاه جبريل كوبا فيه خمر وكوبا فيه لبن، فقال له اختر، فاختار اللبن. قال لو اخترت الخمر لغوت أمتك، ولكنك اخترت الفطرة، أمتك على الفطرة. مهما عملت أمة محمد من أخطاء ومهما غوت ومهما عصت، يبقى فيهم بذرة الخير، ويبقى فيهم الصلاح، ويبقى فيهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب هذا الدين. الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. المهم إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. توقف جبريل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
تقدم يا جبريل، ما لك توقفت؟ قال: هنا مكاني، لو تقدمت خطوة لاحترقت. تقدم أنت يا محمد، أنا خلاص، أنا هنا أقف، أنا هنا آخذ الوحي، أنا هنا لا أستطيع أن أتقدم، هنا منزلتي. فكان كالطائر الممطور، الطائر الذليل الخائف الوجل، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسمع صوت ربه كما سمع موسى صوت ربه، وكلم الله موسى تكليما: قد حان الوقت يا محمد أن يكلمك ربك. سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل رأيته؟ أنت سمعت صوته، هل رأيته؟ قال: أنا أراه نور على نور، كيف لي أن أراه؟ الله نور على نور، أن أرى ربي هذه جائزة أهل الجنة. فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، فقال الله عز وجل: يا محمد، قد افترضت عليك وعلى أمتك 50 صلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سمعا وطاعة. ونزل، فلما مر استوقفه موسى، قال: يا محمد، بما أمرك ربك؟ قال: أمرني ب50. قال: يا محمد، قد عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وحاولت معهم بأقل من ذلك فما استطاعوا، عد إلى ربك واسأله التخفيف، وقل له أن أمتك لا تطيق. فعاد. نعم، كلم الله وسمع صوته، لكنه لم يره، الله نور على نور، لم يره أحد، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، كما قال في أواخر سورة الشورى، فلم يره، إنما سمع صوته. فعاد وقال: يا رب، أخفف على أمتي. فخفف 5، ثم عاد وقال: يا كم وضع؟ قال: وضع علي 10، وضعها جعلها 40. قال: عد واسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق. فعاد حتى خففها 10، وخففها 10، 5 مرات، إلى أن صارت 5 صلوات. فقال له موسى: يا محمد، عد واسأل ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد راجعت ربي حتى استحيت، أنا أذهب وأعود، قد استحيت، ولكن أرضى وأسلم. فالله عز وجل جعلها 50 في الأجر، 5 بالفرض، فمن تضيع الصلاة، هي لا تضيع صلاة واحدة، هي تضيع 10 صلوات، لأن الصلاة الواحدة بالصلوات الخمس كانت 50 صلاة، فإذا أضعت صلاة ضيعت 10 صلوات، هي 50 في الأجر، 5 بالفرض. فقال: أرضى وأسلم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم مشروح الصدر. نعم، بقي شيء نسيت أن أقوله. قبل أن يصعد إلى السماوات العلى، جبريل فتح صدره كما فتحه وهو ابن سنتين، وأخرج قلبه، وغسله بصينية من ذهب فيها ماء زمزم، وأعاد صدره. فالنبي صلى الله عليه وسلم شق صدره مرتان، مرة عندما كان عند حليمة، والمرة الثانية قبل أن يسري به. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم مشروح الصدر، طيب النفس، الآن يبدأ بالهجرة ويبدأ بالدعوة، قد تخلص من أحزانه وآلامه، قد رأى الجنة والنار، ورأى السماوات العلى، وسمع صوت العزيز الجبار. أسري به والصلوات فرضت 55، كما قد حفظت، 5 بالفرض و50 بالأجر، كما قد حفظت هذه، وذكرت هذه القصص بالأسانيد الصحيحة. والبيعة الأولى مع 12. أنا لا أدري هل معنا وقت، كم أخذنا نحن؟ نكمل يا أخوات مستمتعات بالدرس، لا أحب أن يكون الدرس طويلا، بقدر ما أحب أن أنت تتلذذين وأنتين تسمعين الدرس. فنكمل على أساس أنا سأخذ 10 أبيات، ما شاء الله، يعني كما وعدتكن في البداية، يعني لن أكثر هذه الفلسفة. طيب، والبيعة الأولى مع 12. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسري به وفرضت الصلوات الخمس، كان في كل سنة من الموسم، طبعا إلى الآن هو ما يعني هي فرضت الصلوات، لكنهم كانوا يصلونها 2 2 2 2، لم تكن 4 4، كانت 2 2، إنما ستصبح 4 و3 في المدينة. فالسنة الثانية بعد أن أسري به، كان النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج يذهب إلى الناس، يقول لهم: من يؤويني، من يحميني لأبلغ رسالة ربي؟ فيأتي أبو لهب من خلفه يقول: هذا ابن أخي مجنون، كساحر كذاب، لا تصدقوه. والنبي صلى الله عليه وسلم يلتفت ويرى عمه في خلفه،
ثم يقول للناس: من يؤويني؟ من يحميني لأبلغ رسالة ربي؟ وأبو جهل يؤشر بيديه: مجنون مجنون. فكان هناك مجموعة من الشباب قد أتوا من يثرب ليحجوا، فنظروا بعضهم إلى بعض، وكان عددهم 12 شابا، فقالوا: أتسمعون ما قالت لكم يهود في يثرب؟ ألم تكن تقول لكم: هذا أوان نبي سيخرج، نقاتلكم قتل عاد وإرم، سنعذبكم به، سنطردكم، فأليس هذا النبي الذي تتوعدكم يهود؟ فقالوا: بلى، نذهب إليه. فانتظروا إلى أن أتى المساء وانتشر الناس في بيوتهم، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطرقوا عليه البيت، فقالوا: يا محمد، قد سمعنا ما تقول، وإنا نريد أن نستفهم منك، وإننا سنأويك، فما المطلوب منا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم للاثنى عشر هؤلاء: تبايعونني، وتسمى بيعة النساء، هذه البيعة يبايعني على السمع والطاعة، وأن لا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقوا ولا يزنوا، وأن يحموه مما يحموا به أنفسهم وأولادهم وأزواجهم، أنه إذا أتيت إليكم أن تحمونني وتدافعون عني ولا تسلموني لأحد. قالوا: نعم، وماذا لنا؟ قال: لكم الجنة. فقالوا: نعم، قبلنا. فقال: خلاص، موعدكم العقبة، في مكان مرتفع في جبل أسفل مكة يسمى العقبة، نجتمع هناك عند منتصف الليل. فذهب الاثنى عشر إلى هناك، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعمه العباس، والعباس لم يسلم في هذه اللحظة، لكنه كان كما كان أبو طالب يدافع عن ابن أخيه. فذهب إلى العقبة والاثنى عشر هناك منتظرين، حتى لا تعرف قريش بهذا الأمر، فأرادوا أن يبايعوه، فمسك العباس يد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: على مهلكم، أنتم تعلمون ماذا تعني هذه البيعة؟ هل تعرفون ما معنى أن تحاربوا الناس كلهم؟ إن كنتم قدها فأتموا، وإلا فاذهبوا من البداية، يعني إن كنتم ستنسحبون وتتركونا لا تبايعوا. فقالوا: أبعد يدك يا عباس، والله لا نتركه ولا نسلمه. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المكره في اليسر والعسر، في الرخاء والشدة، على كل حال. وذهبوا دعاة إلى يثرب، فما بات بيت في يثرب إلا وفيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. والبيعة الأولى مع 12، أي البيعة الأولى تمت مع 12 رجلا أتوا من أهل طيبة، كما ذكرت في كتب الأحاديث والسير أن 12 رجلا من يثرب من طيبة أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد 52 أتى، هذا خمسا و... هذا سنة خمس... 51، السنة الثانية 52 أتى 70 في الموسم، أتى 70 رجل وامرأتان. المرأة الأولى هي ليلى بنت عمرو، من المرأة الثانية التي أتت مع 70 رجل فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ من تخبرني؟ أنا مرة ذكرتها بقصة، أنزلت قصة قبل 4 أيام. من هي المرأة التي بايعت هي وزوجها؟ سوداء كيف ستبايع يا حبيبتي وسوداء عندها في مكة؟ من هي المرأة التي بايعت؟ كانت امرأتان بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أو أتت في البيعة الثانية، بيعة العقبة، المرأة التي دافعت على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وقطعت يدها. نعم، أحسنت، هي كانت من اليمن، نسيبة بنت كعب الأنصارية، لا، اللي تزوجت 4 صحابة، هذه عاتكة بنت زيد. أنت شكلك كانت تسمعين القصص فتخبطنا الأسماء. نعم، هي نسيبة بنت كعب، أم عمارة رضي الله عنها، كانت مع 70 الذين أتوا في الموسم، وهذا ثبت، أي ثبت أنهم أتوا فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم من طيبة، أتوا من طيبة فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبروه أن المدينة أصبحت متجهزة ومتهيئة إلى أن تأتي وتقدم عليها يا رسول الله. فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أن يعودوا إلى مكة، إلى أن يعودوا إلى يثرب، إلى المدينة، إلى أن يأذن الله له بالهجرة. فبدأ الناس يهاجرون أفواجا أفواجا إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه أبو بكر يقول: يا رسول الله، هل أهاجر؟ فيقول له: لا، انتظر. فيأتي إليه: يا رسول الله، أهاجر؟
فيقول له انتظر انتظر، يعني إلى أن يأذن الله لي وأنت ستكون صاحبي. فجلس أبو بكر 4 أشهر وهو يجهز راحلتان إلى أن يأتي الوقت المناسب. فلما اجتمعت قريش في دار الندوة وقالوا خلاص محمد هذا قد بدأ أمره يفشي، فلو مثلا نقتله أو مثلا نحبسه ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. عزمت قريش في دار الندوة أن يأخذوا من كل قبيلة شابا فيذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقتلوه ضرب في أو يضربوه ضربة رجل واحد، فيتفرق دمه بين القبائل، فلا تقوى بني هاشم على أن تطالب بثأره فتقبل بالدية. فاجتمع العشرة الشباب هؤلاء أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل جبريل أن يا محمد قد حان وقت الهجرة، فجعل عليا ينام على فراشه من أجل أن يؤدي الأمانات التي عنده، يعني يريدون أن يقتلوك وأنت حريص على أن تؤدي أماناتهم، في عندهم دين، النبي صلى الله عليه وسلم عندها أمانات للكفار، لا أنت يا علي اجلس هنا حتى غدا توزع الأمانات وتعطيها إلى أصحابها وهم الذين يريدون أن يقتلوك وأن يخرجوك. فكانوا واقفين عند الباب، ففتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب وهم ينظرون ولا ينظرون إليه ولا يرونه، فأخذ حفنة من التراب ورماها على رؤوسهم ليعلموا أنه خرج أمامهم ولم يستطيعوا أن يروه. ذهب إلى بيت أبي بكر وكان يأتي في ساعة لا يأتيه فيها، فقال يا أبا بكر الهجرة الهجرة. قالت عائشة ما رأيت أحدا يبكي فرحا كما رأيت أبا بكر يبكي يوم الهجرة، أنه من كثر الفرح بكى. فقال يا رسول الله قد أعددت راحلتين من 4 أشهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن، لا آخذها إلا بالثمن. قال يا رسول الله اركب واركب ولما نصل المدينة سنتفاهم، المهم أن تركب. فركب وخرج وصارت قصة الهجرة المشهورة وتبعتها ما يعني والأحداث التي صارت، أن قريشا جعلت 100 رأس من الإبل لمن يأتي بهما، وسراقة بن مالك وكان دليلهم ابن أريقط. كل أحداث السيرة هذه نمشي منها سريعا لأن الأبيات مختصرة. من طيبة فبايعوا ثم هجر، أي هجر مكة يوم 2 من شهر صفر، يوم الاثنين من شهر صفر. النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، هاجر يوم الاثنين، بعث وأرسل يوم الاثنين، ومات رضوان الله ومات صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين، لكن الهجرة كانت في شهر صفر. فجاء طيبة الرضا يقينا، أتى ودخل طيبة الرضا يقينا بعد أن قاس ما قاساه 13 سنة عاشها في مكة، إذ كمل 53، لما صار عمره 53 دخل طيبة الرضا يقينا. فهنا فقط أنا لا أرى، في يوم الاثنين هو هاجر يوم الاثنين ودخل المدينة أيضا يوم الاثنين، في يوم الاثنين ودام فيها 10 سنين كملا نحكيها، عاش في مكة 13 سنة وعاش في المدينة 10 سنوات كملا، أو 10 سنين كملت في نسخ كملا نحكيها، وهنا كتبت كملت نحكيها. ماذا حدث في ال10 سنوات هذه؟ ما أول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما هي الأحداث التي مرت في هذه ال10 سنوات؟ كم عدد الغزوات؟ ومن هي النساء التي تزوجها؟ وماذا حدث في بداية دخوله؟ وماذا كان موقف قريش عندما هاجر؟ كل هذا بإذن الله سنعرفه في المجلس القادم بإذن الله. نحن اقتربنا إلى منتصف الأرجوزة، وصلنا إلى البيت 41، فبإذن الله لعلنا في الأسبوع القادم أو الذي بعده نكمل إلى 50 بيت، لنكون بذلك قد انتصفنا في هذه الأرجوزة. لديكن وقت للحفظ ووقت للتسميع، فالأبيات سهلة وجميلة وجمعت لك كل أمور السيرة التي أنت بحاجة إلى أن تتعلميها أن تفهميها. حفظكن الله، يسر أموركن، أعانكن على العلم والعمل، وجعلني وإياكن من الصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.